اليوم نحن جد سعداء بتدشين متحف كرة القدم الوطنية اللي جاء نتيجة مجهودات مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الأشخاص. أولا الشكر هو الجامعة الملكية لكرة القدم على رأسها السيد فوزي القجع والمؤسسة الوطنية للمتاحف على رأسها السيد مهدي قطبي وكما قلت مجموعة من المؤسسات لائحة طويلة. إذن هذا المتحف هو تضافر جهود مجموعة من الأطراف. الحمد لله اليوم النتيجة راه واضحة، عندنا متحف وطني ديال كرة القدم اللي هو متحف إذا أمكنني القول أنه واحد من نوع ديالو في القارة الإفريقية وفي العالم العربي أيضا. فهو المساحة ديالو 2100 متر مربع، ينقسم إلى فضاءين أساسيين، فضاء للعرض المؤقت وفضاء للعرض الدائم، كما يوجد ما نسميه لوديتوريوم أو قاعة مؤتمرات ومركز للتوثيق والبحث في الميادين الرياضية وخاصة في ميادين كرة القدم. كما يتوفر المتحف أيضا على متجر وكافيتيريا للزوار. بالنسبة للمعرض الدائم بدوره ينقسم إلى 6 أجزاء. الجزء الأول يعطينا صورة شاملة عن المجهودات التي قام بها ولا يزال يقوم بها الملوك المغاربة للكرة المغربية بشكل عام. بالنسبة للفضاء الثاني وهو أرض الرواد، ويعطينا صورة عن رواد كرة القدم المغربية منذ أوائل القرن العشرين. هناك فضاء ثالث أرض التميز، هو يحيلنا على التاريخ الحافل بالإنجازات للفرق الوطنية منذ الخمسينيات إلى يومنا الحالي، كما يعطينا أيضا صورة عن الإنجازات التي عرفتها الأندية الوطنية منذ السبعينيات إلى يومنا الحالي. بالنسبة للفضاء الرابع هو ما نسميه رواق المشاهير، وهو يعطينا صور وإنجازات للاعبين مدربين وحكام وأيضا مسيرين مثل الرؤساء اللي مروا في التاريخ ديال الجامعة الملكية لكرة القدم واللي تعرفوا على الساحة الوطنية الإفريقية والعالمية. بعد ذلك كنمروا لواحد الفضاء مخصص للمغرب كأرض مضيافة بين الدول، وهي تقدم لنا الزيارات المهمة للشخصيات البارزة على المستوى العالمي في مجال كرة القدم للمغرب، وأيضا الفرق العالمية الكبرى اللي زارت المغرب والمنافسات الدولية اللي تقامت في بلادنا. عندنا فضاء أخير هو فضاء الشغف، كي طلعنا على الحب ديال المغاربة كاملين لكرة القدم الوطنية منذ عهد ما قبل استقلال المملكة، وهو أيضا مكان يمكن للزوار وخصوصا الأطفال يستمتعوا بالوجود بالمتحف ويأخذوا صور ونخليهم يكتشفوا إن شاء الله فاش يجيو للمتحف.